من أنتم كيف أكلمكم إني حقا لا أفهمكم ما هذا الموطن ما هذا هل يخبرني أحد عنكم ما هذا هذا الوطن الفلسطيني وأرض الزيتون والدين اتفضل حاكيني واسأل أنا اسمي شادي البوريني أنا فارس أصلي وزماني أصلي عربي كنعاني والآن أمامك لا أدري شيء عن وقتي ومكاني بدك تهدى شوي وترضى انت الان بعصر النهضة اتخير لك كل شي عنكم صار العالم كله فوضى ما هذا الشيء على الاربع مكسو بحديد يلمع من الف حصان لي اسرع هل هذا سحر ام ماذا هذه سيارة يا خي مصنوعة بدولة غربية وبتشرب بنزين مركز مش مثل حصانك عالمية يبدو مخلوقا تفهمه هل هذا جننا أم ماذا هذا جوال مجلل لا نقل العالم كله علنا وفر تعب وغلبي لكن لما عرفناه تغيرنا هل هذا زجاج أم سائل ألوان وبريق هائل ما المقصود بخبر عاجل أخبرني بربك ما هذا هذا تلفزيون وصورة بنقل أخبار المعمورة إعلام شتت أمتنا وما خلى قصة مستورة ما هذا العملاق المبهم وبكل دهاء يتقدم يمشي وكأنه لا يهزم بالله أجبني ما هذا هذه دبابي غدارة العزل بتشل الغارة أتحداها فارس عود وحطم هيبتها بحجارة طفل بأرضه وبتشهد الشجاعية ما هذا الشيء الممتد سور عربي أم سد عملاق ليس له حد هل هذا حصن أم ماذا هذا اسم الجدار العازل وبناه الصهيون السافل قسموا فيه بلاد وأرض لما تقسمنا فصائل ما هذا البني الأحمر ولماذا يقف على المفرق يتحكم في الناس ويزعم البعبوع أم ماذا هذا خلقة جند مصدي واللي بإيده سلاح وعدي محتل بلادي بالقوة وبالي ضارب ورث الجدة ما هذا الضوء على الجبل شيء جذاب عجبلي سأمر هناك على جملي مسموح هذا أم ماذا يا ريتو لو ظلوا مطفي هالجبل ولو ظلوا مخفي هذه خطة استيطانية خلت وطني قد أغراب ويهود قلة سكنوا الواد ورأس التلة برني ماذا حل بكم هل كل بلادي محتلة شو ما تحكي لك تحكي لك خايف حالتنا تبدي لك أنا وجدود جدود جدود مرمطنا الله وكيلك الكل بيهدم ما بيبني تصرنا بالمحن المحني ضاعت النخوة العربية وبالدم غرقنا وبالفتنة ماضينا اتكسرت سيوفه والعربي ميت من خوفه زمرة خيبر حكموا بلادي والأقصى بطلنا نشوفه أعطيني حل الفورية لأجوب بلادي العربية نحشدهم من أجل الأقصى ونعيد عصور المنسية أوباما والأبيض بيته المشى العالم ع توقيته كل دولة بدها تساندنا بيعارضها بحق الفيتو من هذا سيعطيني حق لأدافع عن ديني أوباما والبيت الأبيض هل معه حلا يرضيني يعني من الآخر يا خي بدك ننهي الخرافية أنا رح دلك على هالخطة مضموني مية بالمية شوف لك عروس أمريكية تجوزها بتاخد جنسية وساعتها وبكل سهولة بتلف الدول العربية
ومهما يبقى طيب صبرك والله لا تفقع من قهرك تصدقني إلا بآخرها تتمنى ترجع على قبرك ما هذا؟ رمز الثورة والحرية وألوان الوحدة الوطنية هذا العلم الفلسطيني وقف وضرب له التحية